دارت الأشغال العامة والإسكان وحضور وزير الكهرباء ووزير الصناعة ومحافظ ريف دمشق انطلقت فعاليات المعرض السوري الدولي للبناء والتشييد والبنى التحتية تكنو بيلت على أرض مدينة المعارض بدمشق. بمعرض تكنوبيل نحن مثل ما شفنا في عنا نحن شركات دارسة، في شركات منفذة، في شركات لصناعة مواد البناء، يعني هو التكامل بعملية البناء. وهو المعرض هو فرصة لحتى يتم الاطلاع على أحدث هذه الشركات وأحدث المنتجات بالنسبة لمواد البناء، وهو يعني يختصر الزمن والوقت وبصير تواصل مباشر بين المنتج والمقاول والاستشاري مع صاحب العمل إذا كان هناك لديه عمل يتواصل معه. لذلك هو أهمية هذا المعرض تنطلق من هذه النقطة، ومن أنه هذه الشركات أيضا كما لاحظنا في تقدم دائم بإنتاج المواد، تقدم دائم بالتصميم بالنسبة للدارس، وتقدم دائم ب يعني أدوات التنفيذ. هذا هو أهمية هذا المعرض، سواء كانت شهرية أو شهرية، عبارة عن رسالة لكل العالم. نحن بالرغم من الحصار صامدون، بالرغم من الحصار الجائر والحرب الشرسة اللي عم تصير على سوريا، نحن صامدون. ما قدروا يسيطروا على عقولنا، ولا قدروا يسيطروا على صناعينا، ولا قدروا يسيطروا على شبابنا. دائما في تطور مستمر، وكل معرض جديد تطور جديد بإنتاج صناعات جديدة، سواء كانت بلاستيكية وسائل كهربائية، ولا سواء كانت مولدات، ولا سواء كانت كابلات. دائما العجلة، مهمة ريف دمشق أنه دائما تقدم الرياح الكاملة لكل الصناعيين من خلال تخفيف الورقيات، من خلال تخفيف الزمن عن طريق مديرات الصناعة وعن طريق رؤساء الوحدات الإدارية. والله يعطيكم العافية. لازم نحن وكلاء شركة إنغو، شركة صينية تصدر لهون لسوريا، نحن وكلاء في سوريا. الشركة بتصنع عدد صناعية، نحن مشاركين حاليا بمعرض تكنوبيلت، عم نقدم ايش في عنا اصناف، شو في عنا عدد، شو في عنا امكانيات، لانه نحن نساعد البلد بإعادة اعمار ونقدم لهم احسن اسعار باحسن جودة. نحن شركة بتشتغل بانظمة التيار الضعيف، يعني اجهزة انذار السرقة، انذار ضد الحريق، كاميرات المراقبة، اكسس كنترول، وحاليا سمارت هوم هو شيء جديد منزلينه وما موجود استخدامات حاليا. حبينا نشارك بمعرض تكنو بيلد لنورجي شو في شيء جديد نازل، ابديت بهالأنظمة نعرف عليها، لقاء مع الشركات الهندسية، مع المهندسين المهتمين بهالمواضيع، نعرفهم شو عم يصير تطورات بهالمواضيع، ونعرف على الشيء الجديد اللي عندنا اللي هو كمان لك سمارت هوم، شيء جديد نازل حاليا بالبلد تقريبا. نحن اليوم مشاركين بمعرض تكنو بيلت اللي هو متخصص بالبناء والتشييد والبنى التحتية، لحتى نسلط الضوء اليوم على خدمات سيمتك بمجال تزويد السوق السورية بمادة الأسمنت الأبيض والرمادي عن طريق متجرنا الإلكتروني. وهي الخدمة اليوم متاحة مع تسهيلات اللوجستية، بمعنى اليوم أي حدا بيقدر يدخل على التطبيق أو المتجر الإلكتروني الخاص فينا بيحصل على احتياجاته من الأسمنت الرمادي بأنواعه والأسمنت الأبيض بأنواعه، واصل على باب مشروعه أو مستودعه أو بيته، في حال مثلا بالأرياف كان عنده بيت حابب يبني غرفة فوق البيت إلى آخره. وبالتالي نحن بنخدم الأفراد والشركات باحتياجات مادة الأسمنت. أيضا كمان اليوم عم نسلط الضوء على نشاطاتنا الثانية اللي لها علاقة بالمؤتمر السنوي لتكنولوجيا صناعة الأسمنت، بالإضافة للمعرض السنوي لتكنولوجيا صناعة الأسمنت اللي رح يكون بمدينة المعارض للعام 2023. في عنا ملتقى إنكس حول صناعة المعارض والمؤتمرات، عم نتحضر للنسخة الثانية منه للسنة القادمة، رح نسلط الضوء فيه على أهم المشاكل والصعوبات اللي بتواجه شركات تنظيم وتجهيز المعارض، طبعا تحت رعاية السادة أو السيد مدير عام مؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية. دائما نأمل خير من خلال مشاركاتنا بالمعارض، وإن شاء الله الوضع كل سنة يعني نتأمل يكون في انفراجات وتكون كل سنة أفضل من اللي قبلها.
هاي تاني مشاركة لنا في المعارض السورية. الهدف الأساسي تسويق المنتجات الموجودة، زيادة حجم الأعمال والتجارة ما بين الأردن وسوريا، يعني من خلال القطاع الخاص الأردني للقطاع الخاص السوري. بنمثل كبرى الشركات الأوروبية والصينية المتخصصة في مجالات الطاقة المتجددة، التدفئة والتكييف والخدمات الميكانيكية والكهربائية. نعمل جاهدين إلى المشاركة في، يعني بعون الله، إعادة إعمار المناطق المتضررة في سوريا. حضرتك مشارك بتكنو بيلد ولا بسينكس؟ لا، احنا مشاركين بمعرض اللي هو السينكس، اللي هو المختص بالطاقة المتجددة وخدمات البناء. وشارك بالمعرض اللي استمر من 19 ل 23 أيار الجاري عدد كبير من الشركات العربية والأجنبية المتخصصة بمستلزمات البناء.